السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في درس جديد من دروس دورة الاختبارات الأحادية في الدوت نت. رأينا خلال الحصة الماضية كيف نقوم بإنشاء فيك ريبوزيتوري على مستوى مشروع الاختبار. أنشأنا الفيك ويت ريبوزيتوري، وهي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كلاس تقوم بعمل implement للانترفيس المشتركة بين التست بروجكت وبين السيستم اندر تيست. وهذه الكلاس تقوم بتزويدنا بمجموعة من البيانات الثابتة التي نقوم باختبارها لكي نضمن بأن الاختبار سيبقى دائما صحيحا، لأنه مرتبط ببيانات موجودة في الاختبار وليس مرتبطا ببيانات موجودة في البروجكت الذي من الممكن أن يتم تعديل بياناته في كل وقت. لكن قد تلاحظون معي أن هذا المثال مثلا ربما يحتوي على بيانات ضئيلة، بيانات قليلة، لكن تخيلوا معي لو مثلا في بيانات كثيرة، لو عندك يعني large repository تحتوي على مجموعة من البيانات أو تحتوي على مجموعة من العمليات، هل في كل مرة سنحتاج إلى إنشاء class بهذه الكيفية؟ الجواب لا. وهنالك حل جميل جدا يسمى الفيك فريموركس، وهي فريموركات تسمح لنا بالقيام بهذا العمل من خلال استعمال فريموركات جاهزة مثل فريمورك موكيو الذي سنراه إن شاء الله في هذه الحصة. طيب، حتى لا أطيل عليكم أحبتي الكرام، تعالوا بنا في الأول نقوم بعمل انستال لهذا الباكيج موكيو. نضغط على مشروع الاختبار رايت كليك، ثم مانج نوجت باكيجز لنقوم بتحميل هذه المكتبة. نأتي إلى هنا ونكتب موكيو هكذا، هذه المكتبة نعمل لها انستال ثم اي اكسبت. تمام، تم تثبيت المكتبة. الآن نأتي يعني بدل أن ننشئ فيك ريبوزيتوري سنتعامل مع مكتبة الموك لتزويدنا بالبيانات الزائفة فيك اوبجكتس. تعالوا بنا نأتي إلى كلاس الاختبار، كلاس الاختبار ويت كالكوليتور تيست، ثم نأتي وننشئ ميثود جديدة للاختبار تيست ام ونسميها get ideal body weight from data source using mockyou. تمام، ثم نأتي على بركة الله وننشئ الليست التي نريد أن نقوم بحساب، يعني سننشئ الليست لكن سنعمل سيت اب للريبوزيتوري لكي تتعامل مع هذه الليست. سنأتي وننشئ ليست من الويت كالكوليتور يساوي نيو، عفوا لم أعطيها اسم، نيو ليست ويت كالكوليتور. ثم حتى أربح الوقت آتي إلى الفيك ريبوزيتوري، أقوم بنسخ بعض الأوبجكتس، أنسخ مثلا اثنين، أعمل لهما بيست هنا. تمام، الآن عندي هذه الليست. هذه الليست أحبتي في الله أريد من الميثود جيت ويتس المعرفة على مستوى الويت على مستوى الويت كالكوليتور أن تتعامل مع هذه البيانات، لكن ينبغي أن نعمل سيت أب لهذه البيانات داخل هذه الريبوزيتوري. وطبعا لأننا لا نملك الوصول إليها بحكم أننا في مشروع الاختبار، سننشئ فيك ريبوزيتوري بالاعتماد على الموكيو فريم ورك. طيب، كيف السبيل إلى ذلك أحبتي في الله؟ نأتي وننشئ طبعا الصيغة كما يلي، نكتب موكيو ثم نحدد الانترفيس التي تعمل لها الريبوزيتوري التي نريد أن نتعامل معها كمصدر بيانات، وهي ماذا؟ وهي الـ iData Repository. نمررها هنا، علشان أنا الكيبورد عندي ليس أجد صعوبة في كتابة رموز أكبر من وأصغر من، فأقوم بالتحويل بين اللغات. أعمل using للموكيو حتى أتعامل مع الكلاس موكيو، وأسميها مثلا ريبو. هذا هو الريبو، هذا هو الفيك ريبوزيتوري الذي سأقوم بالتعامل معه، وأعمل له نيو. الآن أنا أنشأت الفيك ريبوزيتوري بالاعتماد على الموك الذي توفره لي الموكيو لايبراري. ينبغي فقط أن أعمل سيت اب لهذا الريبوزيتوري لكي يرجع لي هذه البيانات. كيف السبيل إلى ذلك؟ آتي وأقول له ريبو دوت سيت اب، ثم أعمل لامدا اكسبريشن هنا، أقول له مثلا W اختصارا للويت. حينما نستدعي الميثود جيت ويتس ينبغي أن يرجع لنا ماذا؟ returns، ينبغي أن يرجع لنا هذه الليست اللي هي الويتس. الآن ما هو العمل الذي قمنا به؟ قمنا بعمل سيت اب للريبوزيتوري. قلنا له حينما نقوم باستدعاء الميثود جيت ويتس لهذه الفيك ريبوزيتوري أرجع لي هذه الأوبجكتس التي أنشأتها هنا. الآن سنقوم بإجراء عملية الحساب بالطريقة العادية، ويت كالكوليتور أسميه كالكوليتور يساوي نيو ويت كالكوليتور، لكن هذه المرة
بدل أن أمرر له فيك ريبوزيتوري أو أمرر له داتا ريبوزيتوري، سأمرر له ماذا؟ سأمرر له هذا الريبو الذي أنشأناه بالموكيو ريبو دوت أوبجكت، تمام؟ ثم آتي وأنشئ actual من أجل الحصول على النتيجة الحالية تساوي calculator.getWaitFromDataSource، والداتا سورس هذه المرة هو داتا سورس زائف بالاعتماد على الموكيو library، تمام؟ ثم آتي وأنشئ list array للإكسبكتد القيم المتوقعة، القيم المتوقعة مكتوبة عندي هناك فوق لو تلاحظون 62.5 ثم 62.75، هذه هي القيم المتوقعة لهذه الأوزان. الآن نأتي ونعمل assertion بكل بساطة، الأكتوال should equal to expected، يعني القيمة المحصل عليها ينبغي أن تكون متساوية مع القيمة المتوقعة. ننفذ الاختبار ثم نعود لشرحه من جديد، نعمل run للاختبار. جميل جدا، نجح الاختبار. والمزية الأهم أحبتي في الله هو أن الاختبار هذا اليونيت تيست صار مستقلا بذاته غير مرتبط بريبوزيتوري معينة، لأن الريبوزيتوري التي سيحتاجها تم إنشاؤها هنا بالاعتماد على الموك، يحتاج فقط إلى الانترفيس التي تعمل لها الكلاس التي نريد اختبارها implement، فقط الانترفيس التي سنحتاجها ونمررها للموك كلاس، ننشئ الريبوزيتوري ثم نعمل لها setup، نعطيها البيانات التي نحتاجها ثم نقوم بالعمل الذي نريده ثم نعمل assertion. مكتبة الموكيو أحبتي في الله كما لاحظتم تسمح لنا بإنشاء fake objects، تسمح لنا بإنشاء كائنات زائفة بدل أن نتعامل مع كائنات أخرى، وإلا فإن يعني مشروع الاختبار سيكبر، يعني كل مصدر بيانات نريد اختباره ننشئ له كلاس خاصة به، فهذا الأمر يعني غير جيد، يكفي فقط أن نأتي وننشئ داخل نفس الكلاس أو نفس اليونيت تيست ننشئ موك يعني عبارة عن fake object ونقوم بالتعامل معه بشكل مباشر. طبعا أحبتي في الله توجد العديد من الفريموركات التي تسمح لنا بهذا العمل، أشهرها إطلاقا هو هذا الذي رأيناه اليوم هو الموكيو library، توجد بعض المكتبات الأخرى مثل fake it easy، وإن شاء الله سوف نراها في الحصة المقبلة بحول الله وقوته. نكتفي بهذا القدر، أدعو لكم جميعا بالتوفيق والسداد، دام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.